السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي كنقدمه لكم من مدينه الناظور، بالضبط في اتجاه مدينه بركان في هذا الطريق طبعاً الحال الوطنيه المؤديه الى مدينه وجده ومدينه بركان، مدينه زيو ومختلف مدن الجهه الشرقيه. هذه الطريق الرسميه، الطريق طبعاً الحال التي يعبرها يعني جميع المواطنين والمواطنات القاصدين والقاصدات لمدينه بركان ومدينه وجده. اذا كما كتشوفوا هكذا تبدو الاجواء هنا، اجواء بطبيعه الحال العطله على مشارف الانتهاء، بل الاغلبيه فضل الرجوع او العوده للمنازل ديالهم، لان بطبيعه الحال اغلبيه ديال العائلات حاليا في هذا الوقت يعني كتلتحق المنازل ديالها من اجل الاستعداد للدخول المدرسي 2020 2021. الطريق كما كتشوفوا نورمالمون الطريق كتكون عامره، الطريق كتكون يعني فيها واحد الحركه اللي هي كبيره، لكن اليوم اليوم كما كتشوفوا اجواء جد عاديه وقليل الحركه، قليل حركه قليله، لان تقريبا اغلب العائلات يعني رجعت للمنازل ديالها، تبدا موسم دراسي جديد. اذا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته متتبعي قناه شوف تي في، ان شاء الله ان شاء الله اخي ابراهيم ليك بارك الله فيك. اذا كما قلت لكم اخوتي هذا الطريق كتؤدي الى مدينه زيو وبركان والنواحي، اقبال كبير من طرف المواطنين والمواطنات، لانه اغلبيه الناس حاليا التحقوا تيستعدوا هاد 3 ايام ديال الدخول المدرسي، ف مجموعه من الناس اللي فضلات انها ترجع للمنازل ديالهم استعدادا للدخول المدرسي. احنا حاليا في جامعه سلوان، احنا في جامعه سلوان هنا، وبعد قليل سندخل لجامعه ولاد ستوت، ف قنطره صغيره هي التي تفصل بين الجامعات. فكما كتشوفوا البلاكا مطار وجده انكاد بعيد علينا بواحد 120 كيلومتر من هنا، المطار ديال وجده، المطار ديال وجده انكاد. توني رودني اخويا في اتجاه المدن ديال الجهه الشرقيه، فهكذا تبدو الاجواء هنا بالطريق الرابطه بين مدينه وجده ومدينه بركان. الطريق كما كتشوفوا الطريق خاويه، طريق يعني كما كنقولوا لا طير يطير. وعليكم السلام، تحيه للناس القنيطره، الاخوان اللي معنا يكتبوا لنا المدن ديالهم، الاخوان اللي معنا حاضرين معنا دابا يكتبوا لنا المدن ديالهم ومنين راهم يتبعونا حاليا في هذا البث الطريق الرابط بين بركان ومدينه الناظور، الطريق الوطنيه رقم 2. كما كتشوفوا الطريق خاويه، ما كاين حتى شي سياره، قليل السيارات. زيو بعيده علينا ب 21 كيلومتر، زيو تابع الاقليم مدينه الناظور، تابع لمدينه الناظور نيويورك. تحيه لابيدار، تحيه لبيكاسوزي، ناس لا فرانس، توني رودني بارسلونا. اخوان ديال المغرب عطونا المدن ديالكم مني كتابعونا حاليا، انا ولد زيو. طبعا تحيه لولاد زيو، قبائل ولاد ستوت. زيو بعيده من النقطه هذه 21 كيلومتر حاليا، احنا حاليا في جماعه ولاد ستوت. الاصل ديال الناس زيو هما ولاد ستوت، كاين فيهم الكبدانه، الشبدانه، قبائل الشبدانه. شكرا سيدي محمد، ان شاء الله راه كنت تما 3 ايام في زيو، غادي نوصل عندكم هاد الايام ان شاء الله. تحيه ليك، تحيه ناس خريبكا، تحيه ناس الناظور. واش معنا ناس وجده، ناس بركان هنا، ناس الرباط، ناس كذلك الحسيمه، ناس الدريوش والناظور بطبيعه الحال، واش تيتواجدوا معنا حاليا ولا ما تيتواجدوش معنا.
الناس اللي كتقصد هذه الطريق الرابطه بين بركان ومدينه الناظور في هذه النقطه هذه كاين بزاف ديال الرادار. حاولوا انكم تشوفوا البلايك مثلا 80 سير 80 ما تزيدش عاد اكثر لانه كاين الرادار وكاين مجموعه من الاشياء. خويا احمد بالنسبه للناس بركان غادي يديروا الدخول المدرسي، دخول مدرسي جماعي يعني غادي يدخلوا في مدينه بركان غادي يكون الدخول المدرسي عادي، كلشي غادي يصيفطوا ولادهم لمدينه بركان ولاد اصحاب الناس ديال مدينه بركان كلشي غادي يصيفطوا ولادهم للمدارس. هادشي على حسب الاخبار اللي كتروج حاليا. تحيه لخويا ابراهيم اقلعي ولجميع الاخوان والاخوات التي تتابعونا حاليا في هذا البث المباشر. شكرا يونس، شكرا لك. تحيه من سخنيطره، ناس خنيفرة، مراد، هابي هابي، ولي مجموعة من الإخوان الأخوات. كي داير الأجواء في خنيفرة خويا مراد؟ أجواء طبعا الحال بالرغم من الغيوم بالرغم من أجواء ديال الشتاء إلا أن الجو طبعا الحال هنايا في مدينة الناظور جو سخون. 21 سبتمبر باك تو سكول. فين أخويا أبي دار؟ في أمريكا ولا فين؟ تحية بالعيد، تحية ليك خويا بالعيد الله يحفظك. الأجواء بمدينة الناظور دائما بطبيعة الحال مازال عاد أجواء سخونة عاد بالرغم أن الشواطئ تقريبا خواو شوية. كاين في نيويورك نهار 21 ياك خويا الشاب عبد الكريم نصري. هاد الايام في المملكه المغربيه وابي دار قال لك حتى 21 سبتمبر في امريكا الولايات المتحده الامريكيه. تحيه لناس الدنمارك، تحيه لكم. وعندنا زياره لكم اخويا في الدنمارك ان شاء الله في القريب. هذوك الدول الاسكندنافية دول رائعه وجميله. الله يحفظك اخويا محسن مره اخرى ان شاء الله. خويا عزيز محمد ناظور مرة أخرى إن شاء الله ونجي لكم شي زيارة لمدينة زيون إن شاء الله، نديروا فيها شي جولة ليلية نشوفوا الأجواء كي راهي دايرة تما. بالطريق ديال الجهة الشرقية ديال المدن الجهة الشرقية زي وبركان ووجدة هانتوما كتشوفوا قليل سيارات الناس اللي مسافرين اللي غاديين. هادو الناس اللي غاديين انهم يراجعوا من السفر، كاين اللي راجع من تطوان، كاين اللي راجع من كازا، كاين اللي راجع من الرباط، كاين اللي راجع من مراكش، كل واحد من راجع. فهادي طريق وطنيه رئيسيه تيوليو معها الناس. تحيه لك اخي، شكرا بوزيان العاشوري حفظك الله. اخويا في خنيفرة على حسب الاباء والامهات على حسب الدخول المدرسي كل واحد وكيفاش، كاين اللي غيصيفط ولادو كاين اللي ما يصيفطش ولادو. اخويا عبد الله التوسلي الله يحفظك اخويا مره اخرى ان شاء الله. بزاف اللي خويا اللي تعرضونا لزايو وبطبيعه الحال غادي نجيو لكم. عندي عائله في زايو بوزو في الحي الجديد في البام، عندي لافامي تما بزاف وان شاء الله غادي نزوركم اخويا. الناس زايو الناس اللي تعرضونا الناس زايو اهل الكرم اهل الخير غادي معروف عليهم من بكري. نسيدة الحكيم تحية ناس ألمانيا، شكرا لك خويا الشباب الكريم الله يحفظك خويا. إذا كما كتشوفوا الطريق الوطنية رقم جوج الرابطة بين وجدة والناظور فخاوية من المواطنين، وحاليا راهي 8:22 دقيقة فقليل السيارات اللي كتلاقاو معاهم في الطريق، سيارات قليلة كتلاقاو معاهم في الطريق. وبالرغم أن الشمس مشات واخا الشمس ما بقاتش ولكن كما كتشوفوا الاجواء في السماء كما كتشوفوا سبحان الله هذا المنظر. معنا واحد الاخ من امريكا، شحال عندكم الساعه في امريكا حاليا؟ تحيه من بين يسار امين كنتي، تحيه لك اخويا امين الله يحفظك يحفظ الله تعالى امين وشكرا جزيلا. الناس ديال امريكا اللي معنا الدري من نيويورك يقولنا مش حاسه عندهم دابا حاليا نيويورك.
شكرا اخويا امين الريفي، بارك الله فيك اخويا. طريق الرابطه بين بركان والناظور، مرحبا بكم في قطة الحاج في اي وقت. قطة الحاج عندنا ذكريات في هذيك المدينه، وطبعا الحال كاين واحد الفريق ديال الهوند، وعندنا واحد صديق ديالنا تما، كنا كنجيو لديك المنطقه ميسور قطة الحاج، كنا وحي كاملين كنا كنجيو لهم، ذلك ناس الخير والكرم. 3:15 د العشيه ياك، 3:15 د العشيه تحية رضوان ناس بني شيكير تبعت الحال. كذلك تحية الجالية المقيمة بفرنسا، مجموعة من الإخوان تتابعونا في فرنسا ودائما تتابعونا في البث المباشر. ألمانيا والناس بركان تبعت الحال، الله يحفظك خويا مويد ميت، بارك الله فيك خويا. وعليكم السلام الاخوان. الاخوان هذه الاجواء، هذه الاجواء اللي كاينه هنايا في الطريق. طبعا الحال الجو بدا يبرد، كتهبط حتى ل 19 درجه 18 21 20 في الناظور، وفي هذه المنطقه تاع سلوان كاين بعض المرات كتلقى سلوان بارد الناظور سخون شويه الى غير ذلك. بعض المرات الغريب في الامر انك تلقى سلوان فيه الشتاء الناظور ما فيه الشتاء، بالرغم انها ما بعدش بزاف 12 كيلومتر، فسبحان مبدل الاحوال. وحتى السما كما كتشوفوا بالرغم انها الشمس هبطات، الا السما مازال باقي فيها النور عاد كما كتشوفوا. هذاك الشيء الكحل راه كلشي غيوم هذوك، فاللهم ارزقنا بطبيعه الحال تساقطات الامطار، لان هذا العام الفلاحه غادي يكونوا معولين عليها بزاف. وجد البرد مبرد اختي ريهان ياك، وجد ديما في الشتاء بارده وفي الصيف سخونه. عندك وجده وزايو، هادو من المدن ديال الجهه الشرقيه اللي مازال ما بغاوش يتفهموا لي. بركان بركان شويه، بركان ودوك النواحي شويه لحقاش ما عندهمش لا، ولكن بحال وجده، وجده في السم يعني، وجده اش نقول لك، وجده كيطيح فيها واحد البرد في الشتاء يعني الله يصبرهم وصافي. وفي الصيف دابا عندهم الحمان عاوتاني، عندهم الحمان بزاف. تحيه لخو راموس مدريد، تحيه لسلوان. وفي الصيف عاوتاني وجده ما تقدرش تريسبيري فيها، الصهد الصهد المود ديال الصهد زيو خلاص زيو، ما نقول لكمش واحد الصهد اللي خطير، مدرقين على الجبال وداك الشيء علاش كت. شكرا لك خويا راموس. محسن طويل السلام اخي، الله يحفظك اخويا، وديما مقراش معكم في اللايف ديالو دابا القناه تشوف تي في، بلاتي غادي يكون عندنا واحد اللايف اللي غادي نناقشوا واحد الموضوع ديال الدخول المدرسي، وغادي نشوفوا القضيه فين وصلت، واش الناس شراو الكتب، واش الناس سجلات ولدها اولادها ولا ما سجلاتش الابناء ديالها. فكنتمناو ان شاء الله الدخول المدرسي يكون ناجح وما يكونش متعثر. اختي ريهان ديما وجده هكذاك، ديما وجده في الصيف كتكون فيها الحمان، فتحيه الناس وجده. وجده مدينه الالفيه، مدينه بطبيعه الحال مدينه الفن. خويا عزيز الحراره في مكناس، مكناس في هذا العام تازا كرسيف هاد النواحي كاملين كانت فيهم واحد الحراره لا توصف. حرارة كبيرة. إذا نتلاقاو معكم بلاتي إن شاء الله 11 غادي يكون معكم في البث المباشر من مدينة الناظور، غادي نناقشوا مجموعة من الأمور. خويا عبد الخالق هلالي، لأن جميع المتتبعين كنهضروا معاهم بالدارجة، ما كنهضروش باللغة العربية، نساو الدارجة وتجيبوا اللغة العربية. واحد السيد سولني قال لي علاش ما كتهضرش الحا؟ كاين اللي يفهم كاين اللي ما يفهمش، الا جيت نهضر بشي الحركه كلشي ما غاش يفهم. طبعا الحال الدارجه المغربيه راه ما كنهضرش اللغه العربيه، كنقول لكم قلت ولا قلت لكم كنهضر بالدارجه العاديه باش كلشي يفهم، اللي كيتعم الفائده اخي. خصك تجي عندنا لمدينه العتامنه دير فيها شي لايف، راه مهمشه من طرف الموسيل. خويا محسن ان شاء الله انا كنوعدك كافي مور العتامنه هذوك النواحي كاملين غادي نجي واحد النهار. النمره ديالي غتلقاها بلاتي في اللايف اللي غادي ندير مع 11، خذ النمره ديالي، ولا عندكم اي حاجه تما بطبيعه الحال تعيطوا لنا نجيو عندكم
مشاكل البنية التحتية إلى غير ذلك من الأشياء. فأنا مستعد نجي عندكم أخويا، مستعد نجي عندكم أخويا للعتامنة والرقادة، ونجي المختلف، ونجي المختلف المناطق ديال الجهة الشرقية على الرأس العين أخويا. إحنا راه كنمشيو حتى الصحراء، كنمشيو حتى القنات اللي ما تخيلهمش، اللي ما تخيلهمش كنمشيو لهم. فما بالك عاد ب العتامنة اللي هي قريبة لنا، ما كاملاش 61 كيلومتر ولا ما كاملاش. إن شاء الله غادي نزوركم أخويا. تحية للناس الجزائر، مجموعة من الإخوان من الجزائر اللي كتابعنا دائما على البث المباشر، كنحيوكم وكنتمنى لكم طبعا حال التوفيق، ودائما خاوة خاوة كما خلاو أخوتنا، خاوة خاوة، وهذا الشيء اللي كنتمناه إن شاء الله. إذا دمتم في رعاية الله، بعد قليل نتلاقاو. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.